وين ما كنتوا مشاهدينا بدي احييكم مع بداية الأسبوع، وبتمنى أكيد يكون أسبوع حافل بالنشاط وبالحركة يلي دايما نتمناها يكون فيها بركة. وبالبداية بدي أقول يا كل يلي متوجهين على المسلك الغربي على أوتوستراد دبي، أفادتنا غرفة التحكم المروري عمليات أنه انتهت الأشغال، وبفتكر أنه فينا نقول أنه المسلك الغربي صار السير إلى تحسن تدريجي. معلومة، بمعلومتنا لليوم بدي أذكر ببيان مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل المجموعة الرابعة في معمل الزوق الحراري مع ثلاث محولات الـ 120 و 80 و 70 MVA من أجل القيام بأعمال تأهيل في محطة التحويل الرئيسي بالمعمل، وذلك ابتداء من الساعة 7:30 من صباح اليوم ولمدة 4 أيام، من 7:30 صباحا ل 7 مساء. بالتالي فالتغذية بالتيار الكهربائي رح تنخفض طوال فترة العزل المذكورة، يعني من اليوم لأربعة أيام من 7:30 الصبح لسبعة عشية رح تتخفض ساعات التغذية بالمناطق اللي بتتغذى من محطات التحويل التالية: زوق بكفية، جعيطة، فيترون، حقل الريس، بطحة، وأدمة. متابعات. بمتابعتنا لليوم رح ننتقل إلى مدينة صيدا مع رئيس البلدية الأستاذ محمد السعودي. يعطيك العافية رئيس. أهلا رئيس. اليوم سؤال ثلاث أشياء: أولا موضوع التسفيت إذا ممكن، خصوصا بحارة صيدا القديمة عم بيقولوا في حفرة إلى 5 أشهر وبانتظار التسفيت، هل عند البلدية مشروع تسفيت الطرقات؟ نعم تفضل. في عندنا يعني لسه كبيره بالتسويق. نعم. واعطيتها لمعالي وزير الاشغال واكد لي انه حيعملها بس الجو يتحسن. بتعرفي كان مطر، هلا نعم. الجو متحسن، ان شاء الله قريبا بننفذ. يعني عندنا جدول طويل عريض بكلف تقريبا فوق 700 مليون ليره. وكله رح ينعملوا بنفس الوقت او تدريجا، يعني كل شارع بشارعه؟ طبعا، يعني مش يعني الفرقه اللي بتعمل الاسفلت بتنتقل من محل لمحل. نعم. بنتقل لموضوع الطاقة الشمسية، الإنارة على الطاقة الشمسية، وين صارت وشو بتقول للأهالي صيدا بهذا الموضوع؟ عندنا أولا من المرفأ التجاري الجديد، نعم، لغاية الملعب البلدي كل المنطقة هذه مضاءة بالطاقة الشمسية. نعم. زائد عندنا بتعرفي حديقتين، الحديقة اللي صارت محل المكب كمان فيها طاقة شمسية عند مداخلها وفي داخل الحديقة، زائد حديقة ثانية اللي هي حديقة اللي تبرعوا فيها دولة الإمارات العربية، الحديقة الشيخ زايد بن سلطان. نعم. كمان على الطاقة الشمسية. وفي بعض الشوارع في مدينة صيدا حتى عندنا يعني على المدخل البلدية كمان. وفي عندنا هلا جزء فوق الخمسين عمود حيعطونا إياهم اليو إن دي بي، كمان حنحطهم في شوارع ثانية. وصيانتهم مأمنة لأنه على الطاقة الشمسية بتوفر طاقة بالوقت ذاته، يمكن الصيانة لازم تكون دورية، ما هيك؟ هم اللي المقاول اللي ركبهم عنده صيانة لمدة سنة. كثير منيح. هلا هو عم يعمل صيانة، نحن عم نواكبه حتى كمان يعني نكسب الخبرة. أكيد. رئيس طبعا اليوم يعني بدأتوا بمشروع عبارات، إذا بدي أقول اليوم هل رح تستكملوا أشغال العبارات بالمنطقة كمان بالمدينة؟ بتعرفي في عنا نحن قديما نهر اسمه نهر الأملي. مزبوط. هذا كان نهر مي حلوة وممتازة. في الفترة نعم. الأخيرة بتعرفي هي تبدأ من شرق صيدا. نعم. فصار كل المباني الجديدة بدل ما يحولوا على شبكة المجاري عم تروح بهالساهية هي. نعم. اللي كانت اسمها نهر الأملي. نعم. فنحن المنطقة من البحر لغاية حدود صيدا الشرقية
عملنا كلبر يعني عبارة. نعم. يعني المي ما بتشوف فيها مع المجاري عم تنزل فيها في هالعبارات هاي. تضبط المنطقة اللي هي من شرق سيدا ومرورا بالحارب سيدا. نعم. هاي اليو ان دي بي كمان واعدين انه هم يستكملوها ان شاء الله. نعم، هيدي بتستلزم شيء محطة تكرير او لا؟ لا لا ما بتستلزم. محطة التكرير ما هن اصلا يعني المجاري اللي عم تجي منها نعم. عم تصب في الشبكة. نعم. يعني بتروح على محطة التكرير. كثير منيح، يعني هيك بتكون تنحل بشكل جذري. تماما، نحن نعم. اصلا يعني في الفترة السابقة يعني من شيء سنتين نعم عملنا الجزء تبع سيدا. نعم. وكنا حنكمل لفوق عند الحارة، فطبعا عندك بتعرفي فلاسفة الان جي اوز انه حدا عنده نهر بيجي بسكره. نعم. نهر مي ما عم نسكر، بس نهر مجاري طبعا بده يسكره. اكيد لتحمي المدينة. وقفوا لنا اياه وهلا ندموا طبعا. هلا مهم رجعت صحة حلوة وضع. ان شاء الله ان شاء الله. رئيس موضوع معمل النفايات اليوم، هل راح يستقبل مثل ما سمعنا نفايات بيروت او شو؟ عم يستقبل اوريدي. عم يستقبل. اه. وبعد طاقته يعني بعد بيقدر يستوعب اكثر ولا طاقته لا صارت؟ لا لا نحن عندنا طاقه تقريبا من 200 ل 250 طن، هذه سيدا زائد 16 15 بلديه. نعم. مع سيدا التوتال بصفي 16. نعم. وعين الحلوه. نعم. عندنا بين ال 200 و 250 طن نفايات يوميه. الباقي من بيروت حيجي 250 طن. والمعمل بيستوعب 500 طن. يعني فينا نقول انه كان هذا المعمل كان خطوه بوقتها وخطوه لبت ليس فقط صيدا والمنطقه كمان مدينه بيروت بظل هالازمه يلي كلنا عشناها يعني. يعني انا الحقيقه بتشرف اني اقول انه مدينتي صيدا عم تساهم في حل مشكله النفايات في عاصمتنا. في عاصمتنا الاساسيه. نعم. ايوه كثير منيح. اليوم في اشغال اضافيه عم بتصير بموضوع المعمل؟ دائما المعمل بيطور نفسه، يعني كل ما يصير في شيء لازم يتوسع بيعملوه، لانه بتعرف المعمل كان ابتدى على مواصفات المانيه. صحيح. بس زبالتنا ما إلى يعني ما إلى شبه بالالماني ابدا، لانه هون نوعيتها فيها كثير سوائل و لا وبعدين ما في منها مفروزه ومش مفرزه. بتعرف ان احنا بالمانيا نعم بالمانيا بلموا زباله مره بالاسبوع. اها. نحن مرتين باليوم. مزبوط. بكل الأحوال أنا بشكرك لكل هالمعلومات وبدي طمن كل يلي اتصلوا فينا إن كان بموضوع الإنارة أو بموضوع التزفيت أنه على الطريق. شكرا لك رئيس بلدية صيدا الأستاذ محمد سعودي. طبعا اتصالاتكم على 04-444-444 بأخذ أول اتصال لليوم. ألو؟ 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 أهلا مدام. ألو بونجور. بونجور. بدي أحكي مع مدام. ايه تفضلي ريبيكا معك تفضلي. بدي أسألك بخصوص الأوتوستراد الدائري. ايه. شو صار فيه؟ لأنه بعد ما تركين كل العقارات يعني صار كلها بدها مساوى، يعني معقولة على الدولة هيك عم تشتغل؟ لا قلك. بدنا نعرف شو صار فيه. ما قلك هيدا الأوتوستراد الدائري هذا من كل الطرقات يلي عليها إشارات وواقفة مع مرور الزمن، يعني لا اشتغلوا عليها ولا حركوها وأصحاب العقارات معلقين، يعني لا ما قادرين يعملوا شيء. ومن بين الاوتوستراد الدائري هلا في اليوم اقتراحات قوانين بمجلس النيابه انه في حال ما بقى في مجال للمشروع، يعني في نواب عن حكت بهذا الموضوع، ولكن لهلا ترجمي على الارض نقدر طمنك واقول لك انه ايه راح تردي او شيء ما بقدر اقول لك، لان هذا الشيء متعلق بتنفيذ المشاريع ما بعرف اي متى وكيف، وإذا بعد قائم، إذا بعد قائم يعني الاستملاكات موجودة، يعني الأوتوستراد بده يمشي، إذا مش قائمة صار بحث آخر. كمان اتصال؟ ألو؟ ألو؟ تفضلي. ألو بونجور. بونجور. استنى لها الصوت إنه جماعتين مش قادرين بس أسألك سؤال،
يا ستنا بدي اسالك سؤال، بعد عمر طويل كلنا بدنا نروح من هالدنيا، لو باقيين ما بنخاف، بس لان بدنا نروح من هالدنيا بدنا نسلم الروح، بدنا نروح من هالدنيا خايفين من بعد عمر طويل. يا حبيب قلبنا حسن نصر الله ورئيسنا ميشيل عون والبر كلهم، اذا على الشتافه بوجودهم الابضيات اللي نحن متكلين عليهم اللي هن باجهم للشعب اللبناني كله، وهجموا على شيء تافه وكسروا اذاعه، ما كسروا محل يا ماشي، كيف بدنا نأمن بعد عمر طويل من هالشعب الصغير يلي بلا فهم بلا وعي عم بكسر بلاده؟ هيدي اولا. وثانيا بليز بدنا فيروز فبراير من الدوره على جوني على طرابلس، لا بدنا نقطع بيوتنا، ما عفينا نقطع بيوتنا. بدي اسال هالبنا كله الأربعين خمسين طابية وين بدهم يطيروا؟ وين بدهم يمشوا؟ بس قلونا طمنونا وين بدهم يمشوا؟ نحن صرنا نسكت اذا هيك عم نقبر بعضنا، ما عم نصبر على صغيرنا ولا على الجامعه ولا مدرستنا ولا على محليتنا. كيف هيدا حرام حرام؟ ليش ما بيعملوا خط البحر يمشي على الرتور على طرابلس؟ وليه ما بدهم يعمروا بالبحر كله بنيات الله؟ وين بيروح بكره؟ ليه مش عاملين اوتوسترات؟ طب كيف هالدولة حبيب أدنى سيدنا مش الآن عم تطلب له نحن يكون أبضاي ويسمع من حديد؟ يما لشو بقى البلاي كله هيروشيما تاخده كله بقى؟ وميرسي. اهلا وسهلا فيك. ليكي موضوع الضوء الاخضر ضوء الاحمر اساسي، خصوصا انه ما عنا كثير صورة مشاة على المنطقة اللي عم تحكي عنها، يعني من الدورة لجوني عنا يمكن جسر على جل الديب، عنا على نهر الموت، عنا كمان شوي هو بدأ أكتر. إذا في فروج فوفير إن شاء الله، يعني هيدا تخطيط السير بده يصير، ما علينا إلا نطالب وإن شاء الله إنه اليوم إنه بيصير في اهتمام بهذه النقطة. هلأ بالموضوع السياسي والتكسير، نحن أنا بحب أقول لكل اللبنانيين إنه بالنتيجة هيدا بلدنا وهيدي مؤسساتنا، إن كانت إعلامية ولا غير إعلامية. اليوم بده يكون عنا روح المواطنة كمان، نحافظ على بلدنا، كتير مهم نحافظ عليه بكل، يعني نحافظ على مؤسساته، نحافظ على طبيعته، نحافظ على الطرقات، لأنه هيدا بلدنا من مصرياتنا، مصريات المكلف اللبناني أكيد بده يروح لتحسين وضع البلد. ما بدنا نعمل نحنا يكونوا هالمصاري رايحين لدمار نحنا بإيدينا، خلينا نرجع نعمر هالبلد سوا، وبالوقت ذاته كل هالمصاري تبع الخزينة تكون تصب بمشاريع لمصلحة الناس، كتير مهمة. باخد اتصال كمان. الو الو بونجور. بونجور، تفضلي. الحمد لله، تفضلي. بس معك مواطنة يعني لبنانية. اي اهلين. بس بدي اقول لك انه الحواجز تالية الدنيا، يعني شو هي الحواجز؟ الحواجز تبع الاستكسال للدرك تالية الدنيا. وين؟ مناطق مثلا في عندك برج حمود، الجديدة، وين ما بدك. طب هيدا دليل، أنا مثلا هيدا دليل عافية انه في عين سهرانة وبدنا نقول لهم يعطيهم الف عافية. طيب يعطيهم الف عافية. طب ما انا مثلا اذا يعني اذا معي كل شيء بالسيارة وكل شيء مزبوط وقانوني بيعملوا لي ضبط، مثلا اذا ما معي ورقة وقلم، مثلا اذا انا ضربتني السيارة عرفتي كيف؟ مهم يعملوا ضبط، يعني بدهم مصاري الجماعة. ما فهمت يعني. أوكي. بلاقوا حجه معينه هيك بس حتى يوقفوا السياره طيب اوكي لقلك. نعم. وفي شغله كمان، انا نحن مثلا انا من وين بدي اجيب مصاري لحتى ادفع بس. اوكي كل خمس دقائق بيركبوا حاجز مثلا، والاجانب يعني اخواننا السوريين تالين البلد. لقلك شغله يعني بتجي بتفوتي انت على محل بيقول لك مثلا بيكون زلمه سوري صاحب محل، عرفتي كيف؟ يعني اخدين محلنا بالشغل، عرفتي كيف؟ يعني وضع بالمره صار. اوكي. لاقول لك شغله، اول شيء انا بتمنى على المسؤولين عن هالاجهزه انه تكون صار عندها علم انه ما تكون هالحواجز لا يعني لتكون مكان لطلب رشوه لا سمح الله، او حجه معينه حتى ياخذ يعملوا ضبط معين. اصلا يعني ضبوطة معروف مين بيعملها، يعني لا الاستقصاء بيقدر يعمل ضبط ولا المعلومات بتعمل ضبط، معروف مين بيعمل، شرطة البلدية بتعمل ضبط اذا في مخالفات، قوى الامن الداخلي اذا عندهم حاجز عم بيراقبوا فيه اذا كل السيارة ورقة مزبوطة، اذا معمول ميكانيك، اذا بحق لهم اذا في شيء بالسيارة غلط. اوكي بس انه هيك حجة ما معك ورقة وقلم، هيدي بتصور
بتمنى على المسؤولين يعني يكون عندها كمان كلمة بهذا الموضوع لهالناس. هلأ للسوريين يلي أخذوا محلات وكلنا بنعرف أنه القانون اللبناني ما بيسمح بهالشيء، أنا أتمنى على التفتيش في وزارة العمل أنه يحافظ على اليد العاملة اللبنانية، يحافظ على حق اللبناني، وبالتالي ما في شيء بينعمل بدون رخصة رسمية. يعني إذا البلديات مش قادرة تعمل شيء أقله تنسق مع وزارة العمل، لأنه بعتقد في عندها أجهزة التفتيش لحماية اللبناني ومحددة الوظائف يلي بيقدروا يشتغلوها الأجانب في لبنان إن كانوا سوريين وغير سوريين. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا دايما عبر الام تي في، باخد اتصال جديد. ألو. ايه الو، اهلا. بونجور. بونجور، اهلا ست ربيك، يعطيك العافيه. اهلين. نحن اسم الله عليكي مواكبينك دائما، وحضرتك مواكبتينا. نعم. في عده انتصارات عملناها كنقابيين وكموظفين من 2000 ل 2001، وكنت انت السباقه. شكرا. بقى اليوم نحن بصورتك هالحلوه البهيه، صوره الام تي في، قاصدينك عندنا مستحقات من ايار الماضي. نعم. الانتخابات؟ الانتخابات النيابيه، رح نجي على مش انتخابات نيابيه، البلديه. البلديه ان شاء الله بتصير انتخابات. دفعونا بعض المستحقات، في منا راحوا ثلاث محافظات. نعم. في قسم كبير منا قبضوا كل شيء، في قسم الباقي بقي لهم مرحله وحده. يعني نعم. يعني بدك تعتبري انه 30% عم نتصل بوزاره الداخليه بيقولوا حقكم عنا، نحن ما بدنا حقنا يكون عندهم، بدنا نحن الحل يكون عندهم. هلا الحل عندك، نحن قاصدين انه يكون في اتصال بوزير الداخليه بالمعنيين بهالموضوع، نشوف ايمتى بدنا ينزلوا لنا اياهم بهال، ما بدنا نشيل العمليه. هي الأسماء هي بتصور اللي فهمته انه عم بيكون في تحقيق بالاسماء وتحال لوزاره المال، ووزاره المال لما تصرف المال ساعتها يعلن عنها وبتقبضوها. هلا هاي المرحله الاخيره انا رح اسال عنها لانه كثير اشتغلت عليها مع وزاره الداخليه، مشكوره يعني. وهلا كمان هالمرحله الاخيره كمان رح نحكي معهم لنشوف ليش في تاخير وايمتى ممكن انكم تقبضوها. اهلا وسهلا فيك. في شيء بقى بتحب تقوله؟ نقطع الخط. باخذ اتصال اخر. الو. الو، اهلا مدام. بونجور. بونجور. عاملي معرف، بدي احكي مع مدام ربيكا. معك تفضلي ربيكا، معك تفضلي. يعطيك العافيه. اهلين. يسعد صباحك. اهلا فيكي. بس بدي اسالك سؤال حبيبتي. يلا. نحن من ايام الحوادث اجى المخمن على البيت لعنا وخمن قديش خربان عنا. نعم. وقالوا له لجوزي بتقدم طلب ومستعدين نحن يعني ضرر بيتك جراء الحرب؟ ضرر كثير. وين؟ بأي منطقة؟ بست البوشتية. طيب. كنا على خطوط التماس. اوكي. قدمتوا اجوا كشفوا. نعم. وقالوا له لجوزي بتعمل هذا الطلب، عمل الطلب. نعم. وركض قد ما بدك ركض، آخر شيء صار اسمه على الصندوق ليروح يقبض. نعم. على اليونسكو. نعم. كم مرة راح؟ كل ما يروح يقولوا له خلصوا المصريات. طيب. خلصوا المصريات. أنا في حتى قد ما بدهم يعطوه. طيب. وما عطيونا شيء، وهي اسمه ورقمه وكل شيء. طيب. على الصندوق. أنا بقدر أطلب منك شغلة، تعطيني الاسم ورقم الملف وهيك، بتيك تعطيني إياه؟ الملف أنا ما طيب. بعرف، جوزي بعيد عنك توفى. طيب. الله يرحمه. وأنا جديد هلا، الملف عندهم هن على الصندوق، لازم إيه بس يروح يقبض مصاري. إيه بس مدام أنا ما بقدر أعرف إذا ما تعطيني رقم الملف. والله ما بعرف، ما حضرته، ما بعرف. لا حضري الملف اذا عندك اياه او رقمه او تاريخه ورجعي حكيني. بدي جرب لانه بدون رقم الملف ما بقدر انا ساعدك. بدي رقم الملف. بدي الرقم ليروح يقبض. كثير منيح بس بدي اشوف رقم الملف تشوف وين ما عملته، وين صارت، انه بعدها ناقص شيء، اذا مع وفاه زوجك مفروض تعملي حصر ارث. بدي اسال شو الموضوع. ما بعرف اذا هيدا هو بيعتبروه رقم الملف. ايه قولي لي شو عندك انت، قولي لي. حاطين 3-1. ايه. 9-9. اوكي. 8-1-4. فاذا 3-1-9-9. ايه. بعدين 7. نعم. 8. ايه. 1. ايه. 4.
اوكي ما بعرف اذا هو في تاريخ في تاريخ عليه؟ لا. باسم مين؟ اسم ابراهيم حنا. أوكي. لانه يقولوا له تعا جمعه الجاي لتقبض، تعا جمعه الوراء لتقبض. هيدي اي سنه كانت مدام؟ من 3 سنين. طيب خليني اشوف ان شاء الله يكون هذا الرقم صح، والا بدي اتركي رقم تليفونك اذا بتريدي، وبهالوقت فتشيلنا على الملف اعملي معروف. اهلا وسهلا فيكي. تواصل. بتواصل عندي من مدام فغالي بتقول بدنا نفهم ليش بدهم يزيدوا فاتورة الكهرباء وبعدنا بلا كهرباء ولا مي ولا شيء. البلد يلي بده يفرض ضرائب لازم يقدم واجباته للشعب، وقال يقول بدنا نشحطكم، بدنا نقشطكم أموالكم، نحن حرين. هيدي حكومة مش هممها إلا تهدم ما تعمر. بدي أقول لك شغلة بموضوع الكهرباء. إيه مزبوط، من فترة كان عم ينحكى إنه بدها تنزيد التعرفة، ونحن بدنا نقول لك شغله انه ايه اليوم الشعب اللبناني عم يدفع فاتورتين كهرباء بلس اذا كمان عنده شمع وعنده غير فاتوره. اللي بدي اقوله ايه، اكيد الشعب اللبناني اليوم اذا ما كهرباء لبنان رح تعطيه 24 على 24 وتلغي له فاتوره مولد الكهرباء، ما رح يقبل هذا الشعب انه يدفع ولا ليره زياده اكيد. وبتصور في كتير من القوى السياسية مع هذا الموضوع، في وزراء بالمجلس الوزراء كمان رافضينه بعد بتصور، وهيدي الشعب اللبناني عينا معاناه بيكفي. وهلأ على الطريق قضية سترنات المي، يا بده يكون عنده مي بشكل مستدام يا كمان ما توصل قضية الستر مثل قضية موتور الكهرباء. صار بزنس عند البعض وحقهم وكتر خيرهم، وإذا بدك ساعدوا شوي كهرباء لبنان، ولكن مش هيدي الدولة ما بتمشي هيك. بدنا فاتورة واحدة ب 24 على 24. مسيو فادي سفير بيقول كل ما بدأت موجة حر أو صقيع منتحدى لجلجلة من انقطاع شبه دائم للكهرباء أينما كنا ساحلا أو جبلا. نحن القاتلون في النقاش البحري تحت الام تي في مباشرة وصيفا بريفون كسروان. إذا كانت هالمناطق القريبة من كل الوسائل الحياتية والمواصلات ومحطات التغذية بهالحال فهي حسرة على بقية المناطق، والله يساعد الناس. عم بكتب هالسطور لأشكو همي وهم وهم باقي المواطنين، لأن الكهرباء مقطوعة من 6 الصبح للساعة 6 المساء والحبل على الجرار. يعني شو بدي أقول لك، ما في يفيدك اليوم، في يقول لك أنه على 4 أيام إذا بتتغذوا من محطة فيترون رح يكون في قطع كهرباء من 7:30 للـ7 على 4 أيام. ديفيد حداد بيقول موضوع حل مجرور حد البيت صرنا حكينا عدة مرات، رح نشوف وين بأي منطقة مش أي اللي. ديا أبو علي بيقول أرجو إيضاح حول قانون الضمان بالنسبة للمتقاعدين، هل صدر بالجريدة الرسمية؟ كمان رح نشوف إذا صدر بالجريدة الرسمية. صورة اليوم ما في، لغينا صورة اليوم، بس أنا بدي أقول إنه نحن أكيد رح نلتقى بكرة دايما عبر الام تي في.